السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله. معكم المعلم لؤي خليل معلم دين إسلامي. اليوم في درسنا سنتعلم عن تفسير سورة الحجرات الآيات من الواحد حتى الآية العاشرة. طبعا في الدرس الأول سيكون هنالك فرصة في القسم الأول سنتعلم الآيات من واحد حتى خمسة. سنتعلم في هذا الدرس تعظيم امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والادب مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم مدح المتادبين مع الرسول وذم مسيئي الادب معه. <applause> نبدا بنقسم اول خمس ايات الى قسمين المقدمه للسوره يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أن تبدأ السورة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا معنى أن هذه السورة مدنية طبعا السور مكية وهنالك سور مدنية السور المكية هي التي أنزلت قبل الهجرة والسور المدنية هي التي أنزلت بعد الهجرة. فهذه سورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام بفعل ولا قول حتى تعلموا حكم الله وحتى تعلموا حكم الله وحكم رسوله في هذه القضية. أنت لا تخطو خطوة ولا تقول قولا ولا تفعل فعلا إلا بعد أن تعلم حكم الله وحكم رسوله في هذا الفعل إن الله سميع عليم سميع يسمع ما تقولون عليم بأفعالكم والله لا يغيب عن علمه شيء الله يعلم حتى المستحيلات حتى الأشياء التي لا ليست موجودة لو كانت كيف ستكون ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا يجوز لك ان ترفع صوتك اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم لا يجوز ان يكون صوتك اعلى من صوت النبي يجب ان تغض صوتك ان تخفض صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اذا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول لا تجهروا له بالقول يعني لا تنادوه باسمه المجرد انت تنادي على علي باسمه علي وهذا عمر وهذا عبد الله لكن رسول الله لا يجوز له لك ان تقول محمد انما تسميه رسول الله نبي الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تحبط اعمالكم عن اعمالكم الصالحه صلاتكم زكاتكم صدقاتكم قراءتكم للقران اعمالكم الصالحه كلها اذا لم تلتزموا بهذا الادب مع الرسول عليه الصلاه والسلام اذا لم تلتزموا بغض اصواتكم عنده ولم تلتزموا بعدم الجهر له كجهر بعضكم لبعض هذا الشيء معرض لحبوط اعمالكم شان حبوط اعمالكم ذهاب ثوابها ويعني عليك ان تبدا من ان تجمع حسنات من 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 البدايه وانتم لا تشعرون تظنون ان هذا الفعل شيء بسيط ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم <applause> إذن هذه الآية الأخيرة تحدثت عن ثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للذين يلتزمون بهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك للبعيد للدلالة على انه منزلتهم مالها؟ عالية مرتفعة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر يعني امتحن الله الله اختبر قلوبهم وجعل قلوبهم صالحة لتحمل التقوى لنزول التقوى هؤلاء نجحوا في الاختبار الله اختبرهم ونجحوا في الاختبار وامتازوا بالتقوى لهم مغفرة ماذا يعني ما هو ثواب التقوى؟ لهم مغفرة وأجر عظيم مغفرة مغفرة للذنوب محو للذنوب مع سترها وتجاوز عن العقوبة وأجر عظيم طيب لماذا بدأت الآية يا أيها الذين آمنوا هذا النداء ما هي وظيفته؟ هذا النداء وظيفته التنبيه ان هنالك شيء مهم الان يجب عليك ان تستمع ثم تشريف لاولئك المخاطبين ان الله سبحانه وتعالى يخاطبكم بلفظ الايمان يا ايها الذين امنوا فالله يريد ان ينبهك حتى تستمع لما سياتي لان الذي سياتي له علاقه بالايمان هو من مقتضيات الايمان الالتزام بما ستسمعونه الان من مقتضيات الايمان وعدم الالتزام به نقص في ايمانكم. عبد الله بن مسعود يقول: اذا سمعت يا ايها الذين امنوا فارع لها سمعك فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. من هدايات الايه الاولى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. تصدير الخطاب بالنداء للعناية والاهتمام شرحنا هذا الكلام. اثنين امتثال ما ذكر بعد النداء من مقتضيات الايمان وعدم امتثاله نقص في الايمان. ثالثا تحريم مخالفه امر الله ورسوله، لان يعني الله يامرنا لا تقدم بين يدي الله ورسوله فاذا لم تلتزم فهذا يعني انك خالفت النبي وهذا حرام. وجوب تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ما هي علامة التقوى؟ علامة التقوى ليست كلمة تقال باللسان ولكنها تكون بامتثال الأوامر بفعل الأوامر واجتناب النواهي من أسماء الله الحسنى السميع العليم هذه تعلمناها طبعا تعلمنا اسمين من أسماء الله الحسنى في هذه الآية السميع العليم سميع يسمع جميع المسموعات عليم عليم بكل شيء الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تصدير الخطاب بالنداء للعناية والاهتمام. اثنين: امتثال ما ذكر بعد النداء من مقتضيات الإيمان وعدم امتثاله نقص في الإيمان كما تحدثنا في الآية الأولى. رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم والجهر له بالقول من أسباب حبوط العمل حبوط العمل يعني ذهاب الثواب يجب الحذر من محبطات الأعمال لأن الله قال وأنتم لا تشعرون أنت لا تشعر بعظم هذا العمل الذي فعلته وقد يكون محبطا للعمل خامسا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله ان الله سبحانه وتعالى يكلمنا بهذا الكلام ويمرنا بهذه الاوامر هذا يدل على مكانه النبي عليه الصلاه والسلام سادسا واخيرا ينبغي عدم رفع الصوت والجهر بالقول مع ذوي المكانه كالوالد والمعلم والكبير الآية الثالثة: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني اختبر قلوبهم وجعلها محلا للتقوى. المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عن العقوبة. غفر يعني ستر. الله يستر الذنب ويتجاوز عنه ويتجاوز عن العقوبة. أجر عظيم معناه ثواب عظيم، طيب لماذا سمى الثواب أجرا؟ الأجر أنت إذا كنت تعمل عمل معين لك أجر تستحقه على هذا العمل لكن أنت يعني في تعاملك مع الله لا تستحق شيئا لأنه أنت أعمالك الصالحة أصلا هذه نعمة من الله، الله هو الذي وفقك لهذه الأعمال الصالحة لماذا اذا سمى الثواب اجرا هذا لا يعني انك تستحق هذا الثواب لكن هذا يدل على تفضل الله سبحانه وتعالى ان الله تكفل ان يحفظ لك هذا الثواب فهذا تكفل وفضل ونعمه من الله عز وجل لا انك تستحق هذا الثواب من هدايات الايه الثالثه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اخلص الله قلوبهم للتقوى ثوابهم المغفره الواسعه والاجر العظيم والاجر العظيم تاكيد تكفل الله عز وجل بهذا الثواب لذلك سماه اجرا لا احد يستحق دخول الجنه لولا مغفره الله ورحمته النبي عليه الصلاه والسلام يقول لن ينجي احدا عمله عملك لن ينجيك من النار قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغه هذا لا يعني ان تترك العمل لا اعمل سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجه والقصد القصد تبلغه لكن اعلم ان هذه الاعمال انت لا تستحق بها الجنه والنجاة من النار، لكن هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، انت تأخذ بالاسباب وترجو رحمة الله. نأتي الآن إلى الجزء الثاني من هذا الدرس، من هذه الآيات المقدمة اللي هي في هذا درس في هذا الدرس سنتحدث عن أول خمس آيات، تحدثنا عن أول ثلاث آيات والآن نتحدث عن الآيتين المتبقيتين ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم هذه الايه لها سبب نزول جماعه من الاعراب جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام في وقت القيلوله قبل الظهر النبي كان متعود قبل الظهر ينام يستريح قليلا لانه ايش عنده قيام ليل بالليل بالليل يتهجد النبي عليه الصلاه والسلام فكان يستعين بالقيلوله حتى يستطيع ان يقوم الليل هؤلاء جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام والحجرات المقصود بالحجرات حجرات زوجات النبي عليه الصلاه والسلام وبداوا ينادونه بصوت مرتفع وينادون عليه باسمه المجرد يعني هنا اكثر من مشكله المشكله الاولى انهم اذوا النبي عليه الصلاه والسلام جاءوا عنده وقت القيلوله ثانيا انهم يرفعون اصواتهم ثالثا ينادونه باسمه المجرد وهذه كلها اعمال كبائر قد تحبط العمل لذلك نزلت هذه الايات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون كانوا ينادوا على النبي عليه الصلاه والسلام يا محمد اخرج الينا كانوا يريدون ان يتحدثوا مع النبي عليه الصلاه والسلام لكن ما هكذا ينبغي ان تتصرف مع مقام النبي عليه الصلاه والسلام ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم تمني جاءوا قبل الظهر بشوي لو انتظروا قليلا سيؤذن الظهر والنبي عليه الصلاه والسلام هو الايمان سيتوضا ويخرج حتى يصلي بكم اماما ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم هذان اسمان ايضا من اسماء الله الحسنى تعلمنا احنا الان اربعه اسماء تعلمنا السميع العليم وتعلمنا غفور رحيم هذه الاسماء ينبغي ان نحفظها لاحظ معي قدم غفور وبعدين قدم الرحمه قدم المغفرة الذنوب على الرحمة طبعا وفقا للقاعدة التي تقول لا أحد يستحق دخول الجنة إلا بعد أن تغفر سيئاته لو أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على كل شيء فعلته على كل صغيرة وكبيرة أنت لا تضمن الجنة أنت مصيرك إلى النار محتوم لكنك تدخل الجنة بعد مغفرة الله ورحمته بعد أن يغفر الله لك الذنوب ويرحمك لذلك الله قدم هنا كلمة غفور على كلمة إيش رحيم طيب من هدايا من هدايات الآيتين الرابعة والخامسة اللتين قرأناهما الآن أولا وجوب التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب التأدب يعني إيش يعني وجوب ليس شيئا مستحبا إيه ليس شيئا إيه نافله لا هو وجوب يجب عليك ان تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا ذم الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات كيف ذمهم بأمرين اثنين اولا بنفي العقل عنهم الله سبحانه وتعالى قال ايش؟ لا يعقلون اكثرهم لا يعقلون وان الخير كان في صبرهم حتى يخرج اليهم ليش يعني لو صبروا كانوا فازوا بخير الدنيا والاخره خير الاخره لانه وفروا على انفسهم الـ الـ اذ هذا الذم وهذا الذنب العظيم وفازوا بتقوى الله سبحانه وتعالى لان الذين يتادبون مع النبي عليه الصلاه والسلام اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فهذا كان خير في الاخره وخير في الدنيا لأنكم لو صبرتم لخرج إليكم النبي عليه الصلاة والسلام وسمع لمشاكلكم وحلها لكم وبنفي العقل عنهم لا أنهم نفى العقل عنهم لا أنهم لا يوجد لديهم عقل لا شوف الرقم ثلاثة من لم ينتفع بعقله كمن لا عقل له يعني مش فيش عندنا في عندنا عقول ولكنهم لما لم ينتفعوا بعقولهم وكأنهم لا عقول لهم فنفى الله سبحانه وتعالى عنهم العقل قال أكثرهم لا يعقلون رابعا من أسماء الله الحسنى الغفور والرحيم الذي تحدثنا عنها إذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى التي تحدثنا عنها الغفور الرحيم هذه مهمة قصيرة يعني هنالك عشر دقائق فرصة استراحة فكروا معي بهذه الأسماء الآن هذه الأسئلة أكتب أسماء الله الحسنى التي تعرفنا عليها إحنا تعرفنا على أربعة أسماء سأساعدكم اكتب معي السميع العليم الغفور الرحيم ونسينا كمان اسم إيش هو الله إذا خمس أسماء لا تقدم بين يدي الله ورسوله إذا الله أول اسم تعلمناه وهذا بنعرفه إحنا الله بعدين السميع العليم الغفور الرحيم خمس اسماء ابحث عن معانيها ما الفائده من النداء في الايتين الاوليين الله قال يا ايها الذين امنوا في الايه الاولى ثم كرر النداء في الايه الثانيه يا ايها الذين امنوا ما هي الفائده من هذا النداء تعلمنا عنه ذلك نعم ذكرنا بديش اساعدكم اعرفوا لحالكم. انت تجلس في مجلس يقرا فيه من كتاب رياض الصالحين، تخيل نفسك الان تجلس يقرا من كتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين كتبت لك تحت للي بيعرفش كتاب الفه الامام النووي، فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا رياض الصالحين فيه احاديث للنبي، فانت اللي بيقرا قدامك احاديث للنبي وكان النبي يتكلم امامك. الآن يعني بناء على ما تعلمناه كيف يجب أن تتصرف وفق ما تعلمته من آيات سورة الحجرات واحد بقرأ أمامك أحاديث من رياض الصالحين أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي أن تتصرف هذه ثلاثة أسئلة نلتقي بكم إن شاء الله تعالى في بعد عشر دقائق بعد الفرصة بارك الله فيكم والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عدنا إليكم الآن بعد فرصة العشر دقائق ونلتقي معكم في الجزء الثاني من تفسير سورة الحجرات سنتعلم في هذا الدرس عن الآيات من ستة إلى ثمانية التثبت من نبأ الفاسق وبيان آثار الإيمان والآيات من تسعة إلى عشرة الإصلاح بين المؤمنين والتذكير بأخوتهم انتبه معي انه احنا في الايات من ستة الى ثمانية قلنا التثبت من نبأ الفاسق ما قلنا من خبر الفاسق كلمة نبأ الفاسق مهمة كلمة نبأ مهمة هنا جدا بعض الناس يعني عندما يفسرون هذه الآية يقولون يجب التثبت من الأخبار الكلام هذا ليس دقيقا لأن الله استعمل كلمة نبأ وسنرى الآن في هذا الدرس انه هذه الكلمه مهمه جدا، مهم جدا ان اعرف كلمه نبأ سبب نزول الايه رقم سته، هذه الايه رقم سته لها سبب نزول وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبه الى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من مما جمع من الزكاه بعث نبأ سلام الوليد هذا حتى ياخذ الزكاه من قبيل اسلمت يجب عليها ان تدفع الزكاه فارسل اليهم الوليد حتى يجمع الزكاه فلما ان سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع خاف شاف القبيله طالعه اللي هو رايح ياخذ منهن الزكاه فرق فخاف فرجع فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. طبعا هذا الخبر غير صحيح. وقال يا رسول الله إن الحارث منعني من الزكاة، مش بس هيك وأراد قتلي. اللي صار إنه هو خاف ورجع. لم يكلمهم ولم يكلموه. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل الرسول. قال لا والذي بعثك بالحق ما رايته ولا اتاني وما اقبلت الا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام لما اسلم ضرار النبي قال له يا ضرار انا سابعث لك رسولا من عندي حتى يجمع الزكاه فضرار قال لما تاخر هذا الرسول خشيت ان تكون كانت سخطه من الله عز وجل ورسوله لماذا تأخر الرسول هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي إليه ليجمع الزكاة خاف أنه يكون الله سخط عليهم أو خاف من أن يكون الرسول عليه السلام زعلان منهم فخرجوا حتى يدفعوا الزكاة لرسول الله قال فنزلت آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، إلى هذا المكان، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. معاني المفردات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الفسق لغة هو الخروج عن الشيء. تسمى الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها، إذا الفسق لغة الخروج من الشيء، الفأرة فويسقة لأنها تخرج من جحرها، شرعا هو الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله قد يكون الخروج عن الطاعة إلى الكفر وقد يكون إلى أقل من الكفر، يعني الفاسق أحيانا قد يكون كافرا، الخروج عن الطاعة قد يكون كفرا لا يشترط ليس كل فاسق كافر لكن قد يكون الفسق قد يصل الفسق الى الكفر دليل ذلك عن ابليس الا ابليس آه الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن ابليس؟ قال: ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني اذا ابليس فسق عن امر ربه فكفر فالفاسق لغه يعني شرعا قد يكون قد يصل الى الكفر لكن ليس بالضرورة قد يكون الفاسق أقل من ذلك لكن كل خروج عن طاعة لا يسمى فسقا فتبينوا التبين هو طلب البيان النبأ هو الخبر الهام الذي له شأن النبأ مش أي خبر لا الخبر الهام الذي له شأن الخبر اللي اه ورد في اه هذه الآية هو نبأ مهم نبأ عظيم مهم ناس يعني منعوني قال منعوني الزكاة وأرادوا قتلي موضوع مهم كبير جدا عظيم هذا ينبغي أن نتأكد منه لكن إذا كان خبر تافه هذا لا يدخل في الآية الآية لا تقول لا تقل لك لا تقول لك عليك أن تتأكد من صحة أي خبر كل خبر بوصلك لازم تتأكد من صحته، لا، هذه الآية تحثك على أن تتأكد وتتثبت وتتبين من صحة الأنباء، الأنباء الأخبار المهمة، الأخبار التي لها شأن، المسلم لا يهتم بالأمور بسفاسف الأمور، أمور التافهة، إذا جاءك فلان والله وقال لك يعني سمعت فتحوا مطعم جديد، هل هذا نبأ يعني ينبغي أن نتأكد منه؟ أن نتثبت منه؟ الأخبار التي ليس لها شأن عظيم التي ليست أنباء لا تدخل في هذه الآية هذه الآية تدعوك للتثبت للتبين من الأنباء العظيمة الأنباء المهمة الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين من هدايات هذه الآية أولا أهمية التثبت والتبين من الأنباء التي تصلنا صرنا نعرف الآن شو يعني أنباء أنباء أخبار مهمة إذا وصلك خبر غير مهم قالوا لك والله فلان تطلقت فلان تزوجت فلان بعد شو عمل كذا أخبار ليست مهمة لا ينبغي أن تتأكد منها بل الافضل إن يفترض فيك أنه أنت هذه الأمور أصلا إيش من حسن أسلام المرء تركه ما لا يعني أمور لا تهمك تافهة سخيفة لا تلتفت لها إذا إذا وصلك خبر عليك أولا أن تفحص هذا الخبر هل هو نبأ هل هو مهم هل له شأن عظيم ولا خبر تافه إذا كان خبرا ليس له شأن وليس هاما فلا تلتفت له لا تستمع له لا تبحث عنه التهى بما هو مفيد لك انشغل بالمهم اذا كان نبا مهم عظيم له اهميه نعم ساعتها ايش آه يجب عليك ان تتبين وتتاكد وتتثبت النبأ هو الخبر الهام الذي له شان ماذا تفهم من اختيار هذه الكلمه شرحنا قبول خبر العدل اه اي آه يعني آه 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 طلبت منا نتاكد من خبر مين من انباء الفاسق العدل الذي يعني ملتزم الذي لا يكذب هذا يعني خبره نقبله لذلك اذا انسان يعني في شهر رمضان اذا جاءنا انسان عدل وقال انه يعني وشهد انه راى الهلال نقبل خبره الفاسق اذا جاء وقال انا والله ساشهد اني رايت هلال رمضان هذا لا ناخذ بشهادته فتصبحوا على ما فعلتم نادمين شوف مع هاي الآية مهمة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ما هي دلالة استخدام الفعل الماضي فعلتم الآية تحذرك أنه أنت ممكن فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الآية بتقول لك إذا أنت ما تأكدت من صحة الخبر ما تأكدت من صحة الأنباء التي تسمعها واستعجلت ونشرت هذا الخبر دون أن تتأكد قد تحصل كارثة قد يكون هناك أناس برئين أناس برءاء ليسوا مجرمين لم يفعلوا شيئا ويتحملوا يعني وتصيبهم آثار سيئة وتحدث معهم أمور ليست جيدة بسبب الأخبار السيئة قد تفسد علاقة بين اثنين بين صديق وصديقه بين امراه وزوجها قد تحدث حالات طلاق بسبب الاخبار وعدم التبين وعدم التثبت. طيب اذا انت ندمت يعني انت وصلك خبر نشرت هذا الخبر بسبب هذا الخبر الكاذب حصلت مشكله وصارت طوشه بين اثنين وانت ندمت بعدين، ندمت على ما فعلت، ماذا سيغير الندم؟ فعلتم فعل ماضي آثار هذا عدم التبين وعدم التأكد حصلت وانتهت الطوشة صارت المرأة تطلقت زوجها ضربها صارت مشكلة بين صديقين العلاقة فسدت ندمك ماذا سيغير في الواقع نعم أنت قد تندم قد تتوب إلى الله قد يغفر الله لك لكن السلامة أولى، الالتزام بهدايات هذه الآية كان أولى من أن تتعجل وتنشر الأخبار دون تثبت، لأنه نعم الندم، وين الندم مفيد؟ إذا ندمت على شيء ستفعله في المستقبل، كنت تريد أن تفعل شيء خاطئ مقرر في المستقبل بدك تعمل إشي غلط وأنت ندمت، الندم الآن على شيء ستفعله في المستقبل مفيد لكن ندمت فلن تفعل هذا الشيء لكن لما فعلت شيء في الماضي وبسبب هذا الفعل الذي فعلته حصلت كوارث ومشاكل ندمك لن يغير في الواقع شيئا العلاقات تهدمت الاصدقاء خربت علاقه علاقتهما ببعضهما البعض الرجل طلق امراته وحصل ما حصل الآية السابعة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واعلموا أن فيكم رسول الله أنتم فيكم رسول الله لو يطيعكم لو النبي عليه السلام سيطيعكم في اهوائكم وحسب وسيمشي وفق ارائكم وافكاركم سيصيبكم العنت والمشقه الراحه والطمانينه والخير باتباع النبي عليه الصلاه والسلام انتم يفترض ان تتبعوا النبي عليه الصلاه والسلام ان تطيعوا النبي لا ان يطيعكم هو في ارائكم وافكاركم واهوائكم لو اطاعكم النبي فيما ترونه من افكار واراء سيصيبكم انتم العنت فمن رحمه الله بكم ان تطيعوا النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الله حبب اليكم الايمان ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم جعلكم تحبون الايمان وترون الايمان حسنا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أولئك طبعا صرنا نعرف ليش كلمة أولئك أولئك للبعيد دلالة على علو منزلتهم، علو مكانتهم أولئك هم الراشدون الراشدون الثابتون على الهداية اهتدوا وثبتوا على الهداية هذا هو الرشاد طيب من هدايات الايه السابعه اولا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله ورايه اصلح لانفسنا من ارائنا. اثنين وجوب الانقياد لامر الرسول صلى الله عليه وسلم واخيرا على القلب مدار صلاح العمل، ليش؟ لانه قال وزينه في قلوبكم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن الى قلوبكم واعمالكم. في عندنا سؤال هون ما دلالة استعمال الفعل المضارع يطيعكم؟ اه في الآية اللي قبل قليل شفنا انه الفعل الماضي مهم فعلتم ووجود هذا الفعل بصيغة الماضي مهم الآن يعني يطيعكم لماذا يطيعكم بالفعل المضارع؟ حتى تعلم انه هاي الآية ما بتتحدث عن الصحابي فقط هذه ليست موجهة للصحابي وهذا ليس حدثا تاريخيا حصل وانتهى يطيعكم فعل مضارع يدل على التجدد يعني انتم ايضا مخاطبون الى قيام الساعه بهذه الايات وهذه التوجيهات وهذه الاوامر فهذه دلاله الفعل المضارع فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمه حبكم للايمان وكرهكم للكفر والفسوق والعصيان بفضل الله ونعمته وليس باستحقاقكم وليس باستحقاقكم ولا بحولكم وقوتكم يعني انتم احببتم الايمان وتكرهون الكفر والفسوق والعصيان هذا فضل من الله ليس لا انكم تستحقون ذلكم لا ان ذلك بفضلكم وقوتكم واستحقاقكم وحولكم وطولكم لا هذا فضل من الله والله عليم حكيم طيب عندي سؤال فوق ما دام امر الايمان وحبه وحصوله من فضل الله ونعمته فلماذا لا يتفضل على جميع العباد؟ اذا كان حبك انت للايمان وكرهك للكفر والفسوق والعصيان هو من فضل الله عز وجل وليس لانك تستحق ذلك طيب لماذا لا يتفضل الله على جميع العباد؟ لماذا لا يجعل جميع العباد يحبون الايمان؟ ويكرهون الكفر والفسوق والعصيان. طيب، لاحظ معي والله عليم حكيم، هل تصلح هذه الجملة جوابا على السؤال السابق؟ طبعا. يعني السؤال اللي أنت خطر في بالك، هذه الشبهة التي نبتت أمامك الآن، السؤال هذا، تكملت الآية تجيب عليه، تحلك الإشكال، والله عليم حكيم. الله عليم، يعلم، ما في الصدور يعلم فلان ويعلم علان حكيم ويضع الأشياء في موضعها الحكمة تعتمد على العلم قد يكون إنسان عليم ولكنه ليس حكيما لديه علم ولكنه سيء التصرف يضع الأمر في غير مكانه يتصرف في الوقت غير المناسب يقول الكلمة في الوقت غير المناسبة الله عليم حكيم فالله يعلم من يستحق أن يعطيها الله سبحانه وتعالى أن يحبب الله إليه ايش؟ الإيمان. يعلم من يستحق أن يكره الكفر والفسوق والعصيان. كلمة يستحق هون بناء على الأعمال بناء على المقارنة بين هذا وذاك، بناء على النيات لا بناء على الاستحقاق بشكل مطلق لأنه تكلمنا فضلا من الله ونعمه. الآية التاسعة: من وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا مش تفرجوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى بغت تجاوزت الحد طغت فقاتلوا التي تبغي قاتلوا الفئة الباغية حتى تعود إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يعني يحب القسط والعدل فالله يحب المقسطين الذين يحكمون بالعدل من هدايات الآية التاسعة وجوب الإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين اثنين التقاتل بين المؤمنين لا يخرجهم من الايمان، لانه وصفهم بالايمان. ثالثا ضروره ان يكون الصلح بالعدل والقسط. رابعا يكفي المقسطين شرفا ان الله يحبهم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. انما المؤمنون اخوة. اذا اثبات الاخوه بين المؤمنين هذه الايه اثبتت الاخوه بين المؤمنين وانها لا تزول بالقتال يعني هؤلاء على الرغم من انهم تقاتلوا ولكن وصف الايمان لم يزل عنهم لا زالوا مؤمنين ثالثا وجوب تقوى الله بفعل أم اوامره واجتناب نواهيه هذه مره يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا التقوى اكثر من مره واتقوا الله لعلكم ترحمون اتقوا الله لعلكم ترحمون التقوى من اسباب الحصول على الرحمه طيب لماذا ختمت الايه بلعلكم ترحمون لان العلاقه بين الاخوه انما المؤمنون المؤمنين انما المؤمنون اخوه العلاقه بين الاخوه يفترض ان تكون رحمه علاقه تراحم الاخوه يرحمون بعضهم البعض محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم فلما كانت العلاقه بين الاخوه بين المؤمنين الرحمه الجزاء من جنس العمل الله يتفضل عليهم بان يرحمهم آه انهينا درسنا سريعا ان شاء الله تعالى مهمه اجب عما يلي ما هو الفرق بين الكفر والفسوق والعصيان وفق سياق سوره الحجرات ما هو سبب نزول الآية 9 وإن طائفتان ثلاثة حرص الإسلام على تصفية القلوب وتجنيب المؤمنين كل ما يسبب الفرقة والاختلاف اشرح مستعينا بالآيات التي مرت معنا رابعا هل ترى في المجتمع تطبيقا لمعاني سورة الحجرات علل بقصة أو موقف وكيف يمكننا أن نجعل هذه الآيات تطبق عمليا في حياتنا أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وأن تحلوا الأسئلة وشكرا لكم كان معكم لؤي جميل خليل وبارك الله فيكم